الأمر الثاني تواجد شرطة نسائية أمام اللجان للتعامل المباشر مع السيدات اللي زينوا المشهد الانتباهي، وهي المرأة الصعيدية اللي احنا بنكني ليها كل التقدير والاحترام. يعني نقدر نقول الملخص العام هنا بمحافظة سوهاج حتى هذه اللحظة، الحمد لله رب العالمين، الأجواء الانتخابية تسير يعني بكل سهولة ويسر أمام الناخبين، توافد ملحوظ. وأعتقد يا أستاذ أحمد إن شاء الله يعني قبل الساعة الأخيرة أو كمان نصف ساعة الأخيرة هنشهد توافد أكثر من ذلك، لان الناس بتحب تنزل زي ما بيقولوا كده بعد انكسار الموجة الحارة وفي الفترات المتأخرة عشان يقدروا يدلوا بأصواتهم. كمان اللي بيزين المشهد هنا، وحضرتك اكيد استاذ احمد عارف هذا الموضوع، ان اللي بينزل ينتخب في الصعيد وتحديدا في محافظة الصعيد ما بينزلش منفردا، تلاقيه واخد كل اسرته، يا اما واخد كل اهله وكل اصحابه وكل جيرانه، وده طبعا بيؤكد مدى وعي شعبنا في سوهاج وحرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق السياسي والتاريخي لايام الانتخابات البرلمانية المشرفة. وحتى هذه اللحظة نقدر نقول الحمد لله رب العالمين، فعلا مشرفة وبنفخر بتغطيتها وتواجدي تحديدا هنا في محافظة سوهاج لهذا المشهد المشرف. اخيرا ولم اطيل، يمكن معالي المحافظ اشار لجزئية مهمة جدا، احنا متواجدين استاذ احمد في مدرسة حكومية. خليني اقول لحضرتك واصطحبني معالي المحافظ في جولة داخل المدرسة، يعني قمة النظافة والجمال والتطهير والتعقيم. والله خلينا اقول لحضرتك حتى زمايلي هنا مندهشين من يعني المشهد الجميل اللي متواجده به مدرسه حكوميه هنا بمحافظه سوهاج، وده بيؤكد الحمد لله رب العالمين ان فعلا هناك صحوه كبيره جدا من قبل اجهزه الدوله خاصه للمدارس الحكوميه لتقديم الخدمه الامثل، واحنا مع بدايه العام الدراسي الجديد لاهلنا وحبايبنا وتلاميذنا الطلبه والطالبات في المراحل التعليميه المختلفه. حبيت اشير لهذه الجزئيه لانه اؤكد الحمد لله سوهاج بلدي الحبيب كافه الأجهزة التنفيذية بها على ما يرام وتقوم بأدائها على أكمل وجه. عاصم بشكرك، ولكن هل ممكن الكاميرا كده تورينا الصندوقين كده نقدر نبص كده على البطاقات الانتخابية، يعني قد إيه كده، ربع نصف الصندوق؟ خلينا يا ريت لو قدر يقرب، مش لازم مش عايزين نعرف الأصوات، من بعيد كده يورينا بس حجم أو عدد يعني البطاقات اللي موجوده. استاذ زميلي عمرو يجيب الصناديق واقول لحضرتك يعني تقريبا داخلين على نص الصناديق. يعني نص الصندوقين، أيوة، سواء الصندوق المخصص للمرشحين الفردي وايضا الصندوق المخصص للمرشحين القوائم. يعني انا احاول اساعد عمرو بحيث ان الصوره تبقى متواجده ما تغيرش عشان مش عايزين بعد اذن معالي المستشار، بس حابين نوضح برضه للساده المشاهدين ان في مشاركه ايجابيه الحمد لله رب العالمين حتى هذه اللحظه في اليوم الاول من الانتخابات البرلمانيه يا فندم. هايل، تمام. يعني قريب من النص تقريبا. احنا بنتكلم على لجنه فرعيه، اللجنه دي فين يا عاصم؟ ممكن تقول لنا اسمها ايه؟ لجنه ايه؟ ايوه، اللجنه دي يا فندم اسمها موجوده في مدرسه باحثه الباديه. ايوه، لجنه تحديدا رقمها 152، لجنه فرعيه يا فندم الكائنه بمركز اول سوهاج يا فندم. ده السيد القاضي، ويمكن كل اللجان هنا، ولو قلت مش بس كمان في مركز سوهاج ولكن في اللجان الموجوده في القرى والنجوع في محافظه سوهاج حريصين على المشاركه في العمليه الانتخابيه، ومشهد مشرف جدا. واعتقد استاذ احمد توافد اكبر ان شاء الله هنلحظه بكثافه في اليوم الثاني غدا، خاصه مع يعني الحرص الكبير والتوعيه. وانا شفت يعني الناس يعني مشاركه من كافه فئات يعني الفئات العمريه.